السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مريان من برايس ماركت. النهاردة هنتكلم على البرايس أكشن. البرايس أكشن لما بتسمعوا عن البرايس أكشن، الناس دي أو الناس اللي بتستخدم البرايس أكشن بشكل أساسي في التريدينج هو بيستخدموا بالشموع اليابانية، علاقة المشتري بالبياع، ولا بيحطوا مشروعات ولا أي حاجة. ده اللي أنا هبدأ أفهمهم، يعني أتكلم عليه ايه اصلا البريس اكشن، ايه نماذج الشموع اليابانيه، بتتكون من ايه، ايه شروطها، ونبدا نشوف على الريتشارت واحده واحده. خلوني بس استنى 2 3 لحد ما نتجمع. عرفوني ان الصوت تمام، شير سكرين تمام. كده بس عليا يا شباب. طيب البرايس اكشن هيبقى ليها بارت 1 وبارت 2، لان النماذج بتاعت الشموع كتير جدا، ما ينفعش ان احنا نغطيها في سيشن واحده. وكمان انا عايزه اطبق باكبر قدر ممكن على المنصه، يعني التطبيق هيكون كتير، لان انت في التريدنج بتشوف اللي انا هقوله كتير جدا وتلاقيه بعدها فاليع، فانت مش فاهم انت ده صح ولا ده غلط. مش مفهوم ان الشمعه دي بعديها الاسعار تطلع، الشمعه دي بعديها الاسعار تنزل، وهكذا. فدي مهم جدا ان احنا نكون فاهمين دي بتعمل ايه، الشمعه دي بتعمل ايه، ومهمتها ايه، وامتى تكون فليرت، وانا عايز منها ايه. كل ده هنتكلم فيه هنا الويبينارز. تمام، دي السيشن اللي احنا فيها دلوقتي. السيشنز بتاعت الشهر كلها نزلت، فهي السيشن الجاية يوم الخميس الجاي إن شاء الله الساعة 7 بتوقيت القاهرة برضه. بارت 2 احنا عاملينها بارت 1 بارت 2 بس، يعني اللي انا مش هخلصه النهارده كله هيخلص المرة الجاية، واقول لكم ايه اللي احنا هنعمله اصلا من المرة الجاية. انا بحاول ما ابدأش لحد ما معظم الناس تبقى موجودة. طيب خليني كده ابدأ. تمام، هنعمل ايه النهارده؟ هتكلم ايه هو البريس اكشن، وهديكم حاجه كده انا امبارح كنت اتكلمت فيها، بس انجاز ان محدش كان متابعني على التليجرام او حاجه. هتاخد اليورو نيوزلندي من المونثلي لـ4 ساعات، عشان اوريكم كبريس اكشن الناس بتتعامل ازاي مع البريس اكشن. طيب هتكلم ايه هو البريس اكشن، أهميته، أنواع الرسم البياني، ونماذج الشمعة الواحدة. نماذج الشموع اليابانية هي نماذج، تمام؟ في نموذج من شمعة واحدة، في نموذج من شمعتين، في نموذج من 3 شموع، في نموذج من أكتر من كده. لازم تكونوا برضو عارفين كل ده عشان تبقوا عارفين النموذج هل هو كله متكون قدامك ولا لأ. برضو من الحاجات المهمة تكونوا عارفينها. إيه أقوى نماذج أنا بشوفها؟ معظمها في اللي هي الشمعة الواحدة، نموذج الشمعة الواحدة. تمام، وفي حاجات قويه جدا في النموذج اللي هو مكون من شمعتين، يبقى النموذج من نماذج الشموع اليابانيه لكن بتتكون من شمعتين مهمين، بس ده هنتكلم فيه السيشن الجاي ان شاء الله. الناس اللي اول مره تحضر معايا، انا اسمي نورهان مجدي، خريج كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه. يعني درست في سيتا اللي هي او ايستا، جمال مصر للمحللين الفنيين. درست ال 3 ليفلز بتوع سيتا، وبناء عليه خدت السيفتي بقالي في الفوركس من 2016، لكن من 2013 وانا بدرس تحليل فني. ده عشان الناس اللي ما تعرفنيش او ما تحضر معايا. طب ايه هو البرايس اكشن؟ تسمعوا عن الكلمه دي كتير جدا. طيب هي مدرسه منفصله؟ لا، هي الشموع اليابانيه اللي احنا اصلا بنحلل التشارت عليها وبنشوف التشارت عليها، لكن بندرس تفاصيل تفاصيل. يعني الشمعة دي مهمتها ايه؟ الشادو ده يعني ايه؟ طب الشادو عند المنطقة دي يعني ايه؟ الناس اللي مهتمة جدا او مش او مش بتتريد او مش بتحلل غير برايس اكشن بتبص على الموضوع ده بس. فهي من المدارس المهمة عشان هي بتعتمد بشكل اساسي على المشتري والبياع. علاقة المشتري والبياع بشوفها من خلال الشموع اليابانية. السلوك السعري احنا بندرسه ليه اصلا؟ عشان نشوف الحركه اللي جايه هتبقى عباره عن ايه؟ بنحاول نتنبأ بالحركه المستقبليه اللي جايه من خلال السلوك السعري.
يعني ايه؟ يعني مثلا انا شايفه ان السلوك الحالي المسيطر للسوق هو المشتري، او المشتري اقوى من البياع، فمش منطقي خالص ان انا اروح بايع. انت عارف ان السلوك السعري اللي واضح قدامي دلوقتي هو المشتري، هو المسيطر، فهكذا. بناء عليه بعرف مناطق الشراء والبيع، او لما ببقى عند منطقه شراء البرايس اكشن بيوضح لي ان المنطقه دي قويه من خلال السلوك السعري بين المشتري والبياع والعكس. تمام. طيب احنا ليه بندرس الشموع اليابانيه ومش بندرس باقي الرسوم البيانيه التانيه؟ ما هو الشموع اليابانيه هي عباره عن اصلا رسم بياني اقدر من خلاله اقرا علاقه المشتري والبياع. تمام كده. طيب انا ليه مش بستخدم البار تشارت واللاين تشارت؟ هو الكاندل ستيكس هي دي يعني احدث حاجه تم اكتشافها من خلال المدرسه اليابانيه، لكن او اليابانيين هم اللي عملوا المدرسه دي اللي هي مدرسه البرايس اكشن، لكن هي في الحقيقه اصلا شموع ياباني. قبلها كان في بار تشارت ولاين تشارت. ليه دول مش احسن حاجه تشتغل عليهم؟ لان انت هنا لو بصيت على المنصه لازم يبقوا موجودين كده كده على المنصه، لان في اللاين تشارت انت ممكن تستخدمه مع مدرسه ثانيه هقول لكم عليها دلوقتي، لكن ده هنا البار تشارت. انت شايف ان الموضوع بالنسبه لك واضح مع ان نفس الوظائف بالظبط في الاغلاق والفتح والهاي واللو، هو نفس اللي موجود في الشموع اليابانيه، لكن الموضوع متعب ومش شايف التفاصيل بين سلوك المشتري والبياع، فانت مش شايف التفاصيل، بتبقى عايز حاجه تبقى واضحه اكتر. مع ان انت هنا انت شايف الفتح اللي احنا بنمشي من الشمال لليمين، تمام، شايف الفتح من على الشمال، بعدين طلع اعلى سعر واقل سعر، وبعدين في الاخر قفل على اليمين، شايف الشمال اقل واليمين اكتر، فانت كده باظت يعني الاسعار طلعت قفلت على اللونج جيم. لكن لازم تدخل بقى على شمعه شمعه وتبدا تركز، الموضوع متعب جدا. طيب مع ان في الهاي واللو والاوبن والكلوز ده مش بنستخدمه خالص. اللاين شارت ليه بس حاجه بنقدر نستخدم اللاين شارت بشكل كويس في مدرسة هنا، هو عبارة عن جراف اللي هو زي رسم القلب بالظبط، هي بتتقال كده. بيهتم بالكلوز فقط، يعني هو ولا ليه علاقة أصلا بسلوك المشتري والبياع جوه التحركات الأسعار، لا هو عايز الكلوز في الآخر إيه اللي حصل. لكن أنت لما بتبقى عارف في معافرة في الشراء ولا لأ، في معافرة في البيع ولا لأ، في فايت او في توازن بين المشتري والبياع، ولا حد عارف يطلع اسعار ولا حد عارف ينزل اسعار، هنا مش هتعرف تشوف. لكن بدانا نشوف مدرسه اللي هي الشموع اليابانيه اللي هي برايس اكشن بتوري لي ادق التفاصيل، لان احنا عايزين علاقه المشتري والبياع عشان نقدر نتريد بشكل كويس. ده ممكن نستخدمه بس في حاجه واحده اللي هي موجات ايه؟ الناس اللي بتتريد من خلال مدرسة اليوت او موجات اليوت ممكن بتبقى سهلة جدا ان انت تعد منها 1 2 3 4 5 اللي هي القمم والقاعين اللي هي الموجات نفسها. كل موجة بالنسبة لي هتبقى اسهل بكتير، لان انت عندك رولز معينة، في قواعد معينة للخمس موجات، التانية ما تعديش بداية الاولاني، فده في الشموع اليابانيه ممكن يلخبطك عشان في شادوهات، لكن هنا هيبقى اسهل لك بكتير ان انت تعرف تعد. وكمان العد مش بس مقتصر على الخمس موجات، لا انت دي مدرسه وفيها حاجات كتير جدا. فاللاين تشارت ساعات او كتير مننا بيجيبه لما يبقى متلخبط هل ده عدى القاع ولا لا، او ده عدى المقاومه ولا لا، بيبقى مهم معانا في حته عد الموجات. تمام، دي فكره اللاين تشارت. غير كده ما اقدرش اتكلم من خلال اللاين تشارت. فنبدا نشتغل على الكاندل ستيكس. طيب انا عندي اشكال شموع كتير جدا، اقدر استفيد من الموضوع ده ازاي؟ نبدا نشوف ان في نماذج الشموع ليها رولز معينه، ليها قواعد معينه اتحققت، تقدر تستخدم الشموع اليابانيه ان انت تدخل مناطق الشراء او مناطق البيع. بس في حاجه في كتير مننا بيتلخبط فيها، ناس بتبقى فاكرة إن مثلا لو أنا شفت هامر، في هامر هنا أهي، كده هشرح، في هامر أهي، ناس فاكرة إن أنا لو شفت هامر كده خلاص أصلا الهبوط انتهى. غلط. تمام، هي دي مش زي النماذج الانعكاسية والاستمرارية، لا ده
مجرد ان انا شفته بعد داون موف مثلا بيقول لي ان الموف اللي بعد كده هتكون صاعده مش اكتر، ما بتقولكش ان الاتجاه الجاي هو الصاعد، عشان ممكن تلاقي ان الاسعار طلعت لمعتين ثلاثه وبدات تنزل تاني. ايه ده وازاي؟ امال دي بتعمل ايه؟ لا انت كده فاهم الموضوع غلط. الشموع اليابانيه بيتحرك، يعني بتديني بريدكشن او بتديني تنبؤ ليه بعد كده، مش اللي بعد كده كاتجاه، اللي بعد كده كشموع بعدها شمعة شمعتين ثلاثة، لكن ما بتقوليش ان ده نهاية اتجاه معين. هي ملهاش دعوة بالاتجاهات، ملهاش دعوة بالاتجاهات نهائي. هي بتقولي ان الموف اللي بعد كده هتبقى صاعدة، الموف اللي بعد كده هتبقى هابطة مش اكتر. الخروج دي بتاعتك امتى؟ عشان كده هتكلم في الموضوع ده، تمام؟ فبرضه دي من الحاجات المهمة اللي لازم تبقوا فاهمينها، لازم تفرق الشموع بتعمل ايه، مش ان انت دخلت شبه يلا هفضل معاه بقى، لا غلط، ان ممكن يعكس عليك وينزل ويخسرك، لان انت كده فاهم موضوع الشموع غلط. مش زي النماذج، هي تاني، هي مش زي النماذج الانعكاسية بالاخص، مش زي النماذج الانعكاسية، مش بتقلب لك تاني، لا هي بتقول لي اللي بعد كده الويفة او الموف اللي بعد كده هتبقى صعب، او الويفة اللي بعد كده او الموف اللي بعد كده هتبقى هابط مش اكتر من كده. طيب نبدأ بقى نتعرف عليهم. دي شكل الشموع اليابانية الأول. شكل الشموع اليابانية تفاصيل أكتر، أنت طبعا بيبقى وايت أو بلاك، ريد أو جرين اللي أنت بتبقى عايزه. في الصعود واضح بالنسبة لك إن أنت حتى لو ما بصيتش، مش زي بقى البريتشر، أنت لو لقيت شموع بشكل أبيض أنت عارف إن الأسعار بتطلع، ولو لقيت شموع بشكل لون البلاك تبقى عارف اصلا ان الاسعار بتنزل من قبل لما تعمل اي حاجه في السوق، تمام؟ شايف طلوع شايف نزول، مش زي الباقيين خالص. طيب الفكره في ايه؟ ان كده كده الاغلاق الفتح يا جماعه بيبقى من الشمال، الفتح فانت عارف ان الفتح هنا الاسعار فتحت، تمام؟ وده كان سعر الاغلاق بيبقى على اليمين، يعني الترند بيتحرك من الشمال لليمين، تمام؟ فالفتح الاغلاق. طيب بس ده اللي انا عايز اشوفه؟ لا، انا عايز اشوف هل المشتري طلع الاسعار لحد فين، حاول يطلع الاسعار لحد فين، طب البياع حاول ينزل الاسعار لحد فين، وفي الاخر السعر قفل على ايه. فده بيديني السلوك السعري بين المشتري والبياع، هل المشتري حاول يطلع الاسعار اكتر من البياع ولا لا. طيب الفتح كان قريب من الاغلاق ولا لا، طب الاغلاق كان بعيد عن سعر الفتح ولا لا. بناء عليه بنبدأ نشوف الحالة اللي في السوق دلوقتي، مين اللي مسيطر، المشتري ولا البياع. طيب نماذج الشموع اليابانية بتتكون من شمعة واحدة، أنا جمعتهم كلهم لأن هما سهلين. دول أول ثلاثة، دول مش نماذج عشان ما تتلخبطوش، الدوجي الماربوزو الاسبانيك توب، دول شموع عادية جدا، دي شموع من ضمن الشموع اللي بنشوفها على التشارت. لكن لو جينا للنماذج، طبعا انا بركز ليه نماذج، لان النماذج ليها شروط، لو ما حصلتش خلاص يبقى ده مش من النموذج اللي انا هعتمد عليه. عندي اربعه بيتكونوا من شمعة واحدة، الهامر طبعا دي معروفه جدا او بنسمع عنها او بنسميها الشاكوش، هانجي كمان من اكتر الحاجات اللي انا كان ارهام بهتم بيها، شمعة اسمها هانجي مان عظيمه حرفيا. لو كنتوا متابعين معايا الاويل امبارح، كده كده هوريكم الاسعار، كنت متابعين الاويل امبارح كنت معتمده على هاني المي، تمام؟ الشمعه اللي ظهرت طبعا الشمعه اليابانيه على اي تايم فريم بتبدا تشتغل عليها، تمام؟ ولو انت اشتغلت على النموذج زي الهامر مثلا، نموذج من نماذج الشموع، الهامر ظهر على الساعه يبقى انت خليك على الساعه، خد التريد بتاعتك على الساعه، خد منه شمعتين ثلاثه بعد الهامر او اقرب، ده اقرب مقاومه وابدا اقفل، تمام؟ ده برضه هتكلم فيه. عندي الهامر، عندي الهانجي مان، عندي الشوتنج ستار، وعندي الانفيرتد هامر، وفي حاجه بنسميها البين بار، البين بار السلبيه والبين بار الايجابيه، دي مش موجوده في الكتب لكن احنا بدانا نسهل الموضوع على نفسنا شويه وهوريكم ازاي، تمام؟ كل واحده ليها شكل معين، ليها رولز معينه، ليها ان انت بتستنى كونفرميشن وان انت اول ما بتظهر بتدخل عليها على طول. طيب ايه الثلاثه دول اللي في الاول؟ دي شكل من شموع، شكل من اشكال الشموع العاديه خالص، احنا دي شكل من الشموع، تمام؟ دي شكل من اشكال الشموع اللي هي العاديه، السعر فتح قفل هاي لو ما عنديش مشكله. طيب ايه الدوجي؟
الدوجي هو سعر الفتح زي سعر الاغلاق بالظبط، زي ما سعر الفتح زي ما قفل، لكن في هاي ولو. طب ده بيقول لي ايه؟ يعني ايه دوجي؟ ده شكلها. الاوبن هو الكلوز، يعني السعر فتح، بدأنا المشتري يحاول يطلع الأسعار، بدأ البائع يحاول ينزل الأسعار، لكن ما كانش في أي حاجة حصلت، وزي ما فتحنا زي ما قفلنا، زي فتحنا بجنيه قفلنا بجنيه، فتحنا ب2 جنيه قفلنا ب2 جنيه بالظبط. وكل المعافرة دي كانت لا شيء. يعني أنت ممكن تقول لي إن ممكن شمعة ويكلي تفضل بالمنظر ده؟ أه. أنتوا عارفين يعني إيه طول الأسبوع السعر فتح يوم الاثنين ويوم الجمعة زي ما فتح يوم الاثنين قفل على نفس الفتح اللي كان فاتحه يوم الاثنين؟ بيحصل كده، بيحصل كده. طب ده بيدل على ايه؟ تبقى عارف بس الدلالة بتاعته، يدل ان السوق اللي انت فيه او التشارت اللي قدامك ده مفيش حالة تأكد في السوق، مفيش قرار في السوق، عشان كده زي ما فتح زي ما قفل. ده ممكن نشوفه فين؟ ده ممكن نشوفه في وقت الأخبار المهمة، لما السوق يبقى مترقب حاجه مهمه زي الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. وارد ان انت لو بصيت على الويكلي على كذا تشارت تلاقي دوجي، اه تلاقي دوجي. طيب انا ممكن استفيد منها ازاي؟ الدوجي والسبيننج توب الاثنين دول، لو يعني ما ينفعش اقول لك هي انعكاسيه، يعني ما ينفعش اقول لك ان مثلا لو بعد صعود وحصل دوجي يبقى بعدها بول. ده غلط، لان ليها اثنين سيناريو. الأقرب بالنسبة لي إن أنا دايماً أو تلات أرباع الوقت لما بشوف سبانينج توب بشوف دوجي عند مناطق دعم أو مناطق مقاومة، يعني زي منطقة دعم وفي دوجي، يعني زي عدم تأكد، فبيقول لي إن هو هياك الأسعار هتبقى وقتها انعكاسية. أنا بالنسبة لي وقتها تكون انعكاسية، تمام؟ طيب إمتى يكون عادي؟ ان هو ممكن يحصل بعد هبوط مثلا الاقي دوجي وسعر يكمل هبوط تاني، لما انا ببقى في اتجاه اصلا، يعني لما انا ببقى في اتجاه والاقي اتجاه ايا كان الصاعد او الهبوط والاقي دوجي بالنسبه لي وبعيد عن دعم المقاومات، يبقى عادي جدا ان السعر يكمل في نفس الاتجاه، وحصل بس يوم حصل او ساعه حصلت عدم تاكد في حاجه معينه وبدا السعر يكمل اتجاهه تاني. لكن هي بتبقى ريفرسال كويسه في وقت المناطق القويه دي. قاعدة؟ لا مش قاعدة، انت بس بتبقى عارف ان ما دام حصل الدوجي قدامك على التشارت تبقى عارف ان فيها في حالة عدم تأكد في السوق، تمام؟ لان يعني دي مش نموذج، دي شكل من اشكال الشموع العادية. طيب مربوزو، طب عشان بس دي تبقى انا الموضوع واضح بالنسبة لكم، الدوجي ده الشكل المعتاد بتاعها، لكن ممكن تيجي كده اهو. ثواني ممكن تيجي كده ده الدوجي، يعني الاوبن زي الكلوز زي اللو، وحصل بس هو، تمام؟ وممكن تحصل العكس كده. دي اشكال دوجي برضه. السعر الفتح بيساوي الاغلاق بيساوي الهاي، وحصل لي لو، تمام؟ دي الاشكال بس. دي كده دي اكتر واحده بشوفها، دول مش بشوفهم كتير، دول مش بشوفهم كتير، لكن لو شفتها انت اول ما تلاقي ان في حصل سعر الفتح ده سعر الاغلاق تعرف ان مفيش قرار في السوق، وبتبقى مهمه او بتديني نتائج مهمه لما بكون عندي دعم او مقاومه قويه. مربوزه، مربوطه من الحاجات اللي بشوفها في السوق في حاله الاتجاهات القويه، يعني لما انا ببقى في اتجاه صاعد قوي عادي جدا يحصل لي مربوطه. مش معنى كده ان انا اول ما اشوف دي مش منطق خالص انك تروح تبيع، تمام؟ ما دام شفت دي حتى لو شفتها عند مقاومه، على فكره حتى لو شفتها عند مقاومه اوعى تروح تبيع بعد ما تشوف مربوطه، لان مربوطه بتقول لك ان انت في اتجاه قوي. ففكره ان مثلا لو انت شفتها عند مقاومه 90% السعر رايح اصلا يخترق المقاومه دي، فلو انت شفتها بتبقى دلاله ان الاتجاه اللي انت فيه فيرتولش او قوي جدا او صاعد جدا، تمام؟ فعادي في الصعود القوي ان انا الاقي مربوطه. طب ايه فكره مربوطه؟ مفيش ولا هاي ولا لو، يعني السعر فتح خد في وشه وبعديها قفل، يعني مفيش معافرة أصلا،
يعني اللي انت شايفه ده 100% المشتري هو اللي مسيطر، مفيش بياع ظاهر اساسا في الموضوع. تمام، الفتح السعر فتح عند 5 جنيه راح قفل عند 7 جنيه مثلا، انت شايف بياع في الموضوع؟ مفيش بياع في الموضوع. فده يقول لك ان في السوق اللي انت فيه او اللي اتشرت قدامك فيري بولش، ما تفكرش تبيع بعديها. تمام، وده العكس المرجوز والبيرش اللي انت لما بتكون في اتجاه هابط قوي، فطبيعي ان انت تلاقي مرجوزه كده، او بنسميه بلاك مرجوزه، واللي هي دي بنسميها وايت مرجوزه. فالاثنين دول عادي بنشوفهم في الاتجاهات القوية، لازم تبقى عارف ان دي شمعة من الشموع اللي بتدعم الاتجاه القوي اللي انت فيه. فما تفكرش ان انت بعد ما تشوف دي مثلا تروح تشتري، ازاي هتروح تشتري وانت شايف دي؟ فكرة ان السعر فتح على سعر خد في وشه على طول وقفل، مفيش هنا مشتري ظهر. فما دام اصلا مفيش مشتري ظهر، انت بتروح تشتري ليه؟ فلازم برضه تبقوا فاهمين دي معناها ايه على التشارت. تمام، ندخل بقى على النماذج. الهامر، السبيننج توب، سوري، السبيننج توب دي زي فكره الدولي بالظبط. تمام، لكن الهاي او الاوبن قريب من الكلوز، مش زي بعض، مش بيساوي بعض. الاوبن قريب من الكلوز، اما في هاي ولو، وهاي اللي عندك التيل بتاعه طويل او الشادو طويل، واللور شادو برضه طويل. الفكره بس ان في معافره في السوق بين المشتري والبياع، ويقول لك ان دي في حاله في بالانس في السوق، في بالانس في السوق. نفس الموضوع، ان انت لو في اتجاه واضح او اتجاه صاعد مثلا وحصل سبيننج توب، عادي جدا بلاقي 90% الاسعار ممكن تكمل صعود عادي. لكن لو حصلت عند مقاومه بيقول لي ان الاسعار غالبا هتنزل، لو حصلت عند دعم غالبا الاسعار هتطلع. تمام، السبيننج توب بتقول لي ان في حاله توازن بين المشتري والبياع، بس مش لازم تبقى انعكاسيه، مش لازم ادخل اشتري عليها، مش لازم ادخل ابيع عليها. تعرف بس ان هي بتدل على توازن، ممكن التوازن يستمر في فتره ويبدا الاسعار تكمل في نفس الاتجاه بتاعها تاني. تمام، الهامر، وده بقى الحاجات الاهم بالنسبه لي. شوف بس الساعه عشان انا هطبق بشكل اكبر. الهامر شروطها، الناس اللي مش انا، هو انا جايبه الهامر بس مش اللي انا هقوله مش مكتوب. تمام، الهامر من اهم نماذج الشموع اليابانيه، بتتكون من شمعه واحده، ده التوب فيهم. الهامر فكرته ان بعد هبوط لازم موجة هبوط، بس مش لازم اتجاه هابط، عشان برضه تبقوا فاهمين، مش لازم قبلها في اتجاه هابط واضح، لا. انا بكتفي ان لو في قبلها شمعة او شمعتين على نفس التايم فريم اللي انت فيه هبوط وظهرت هامر، خلاص بالنسبة لي تمام. تمام، بس اريد الاسعار كانت بتنزل وبدأ يكون في هامر، ايه فكرته؟ السيكولوجي بتاعته ايه؟ فالمفروض ان انا مش بنزل اعمل قاعين سعرية اقل في الاتجاه الهابط، صح كده؟ المفروض ان انا بنزل اعمل قاعات سعريه اقل، او بعمل مستويات سعريه اقل من قبل كده. ده فكره الاتجاه الهابط، البياع هو اللي مسيطر. لكن اللي بيحصل ان الشمعه دي بالذات بتتكون ازاي؟ الهبوط عادي جدا، السعر فتح، تمام؟ الهبوط حصل بقوه في الاول، والبياع سيطر ونزل الاسعار كأن مفيش أي حاجة، لكن في الآخر خالص لقينا إن الأسعار كلها بتلم لفوق، ولاقي إن الأوبن قريبة من الكلوز ومفيش هول. نركز بس على فكرة إن مفيش هول، يعني في لو بس. اللو بس جاية منين؟ إن أنا أصلا في اتجاه هابط وعندي بياع قوي والسعر فتح كمل هبوط على طول. الفكرة في الآخر، الفكرة إن البيع ده كله تلاشى واختفى، وإن المشتري بدأ يظهر بقوه. يعني بياع ظهر بقوه في الاول، لكن في الاخر المشتري ظهر بقوه. ظهر بقوه في ايه؟ انه يطلع الاسعار من اللو لكل ده، يعدي كمان الاوبن، ده قوه. يعني بياع ظهر بقوه في الاول، لكن المشتري في الاخر هو اللي سيطر. دي مش محتاجه كونفرميشن. في شموع بتبقى محتاجه، او في نماذج بتبقى محتاجه كونفرميشن او محتاجه تاكيد. يبقى لسه لو ظهرت، لا لسه برضه ما ادخلش، استنى تاكيد عليها. وفي نماذج لا، ما بيقولكش تأكيد خالص. دي أول ما بتظهر ادخل على طول شراء،
طيب الستوب بتاعي فين؟ الستوب بتاعي بيكون هو تحت اللو. ليه تحت اللو مثلا مع ان الشادو طويل؟ لان على فكره الشمعه اللي بعد كده ممكن الاقي الاسرار نزلت اختبرت اللو وطلعت تاني، وارد جدا. اهم حاجه بس ما تنزلش بلو تاني اقل منها، يعني ما الاقيش شادو تاني، ما ينفعش الاقي شادو تاني. مش فكره اغلاق سلبي، لا، ما ينفعش الاقي الاسرار نزلت تحت اللو بتاع الهامر. طيب اللون يفرق؟ ما يفرقش. ليه؟ لان يعني انت كده كده الاوبن قريب من الكلوز. الفكره في السايكولوجي نفسه، تمام؟ الاوبن قريب من الكلوز. فارق معايا ان الموضوع يبقى جرين او ريد في الاخر، او في الاخر برضه الكلوز كان اقل من الاوبن زي دي كده، مش فارق. اهم حاجه انا السايكولوجي بتاعتي ايه؟ ان انا المفروض بعمل مستويات سعريه اقل في الاتجاه الهابط، او ان انا بعمل قاعات سعريه اقل في الاتجاه الهابط، وفعلا ان السوق فتح بهبوط قوي على الاسعار، لكن مره واحده او قبل اغلاق الشمعه اللي انت فيها بدانا نشوف صعود قوي او قوه شرائيه سيطرت، وكان البياع اختفى خالص. مش محتاجه تاكيد، خلونا نبص عليها على التشارت. الهامر بنشوفها كتير، وهبريكم حاجة. البين بور بقى، البين بور الإيجابية، إيه اللي يفرق ما بين الهامر والبين بور الإيجابية؟ الاتنين واحد، الفرق بس في حاجة، إن إحنا في الهامر ليها شرط اللي هو إيه؟ ملهاش هاي، ليها لو بس، عشان تبقوا فاهمين الصح فين. زي دي كده، دي كده أكبر حاجة أهو، لا مش اللي أنا محددها، ماشي؟ دي ودي برضه، بس اللي يقول لك ان دي مع ان فيها هاي حاجه بسيطه جدا، لكن الكتاب بيقول لنا ان الهامر من شروطها ان هي ملهاش هاي نهائي، ملهاش هاي، ليها ديل طويل بس، ولازم ديل طويل برضه عشان تبقوا فاهمين، لازم ديل طويل ولازم جسم الشمعة يبقى صغير. يعني لو لقيت نص ونص، يعني ان الشمعة عاملة كده كده، بس معوجة مني معلش، عادي بقى، اهو اهو اهو. لما يبقى الجسم الشمعة كل ده نص، ده دي مش همر، تمام؟ يبقى دي مش همر. ما كمان لو اكبر شويه، يعني لو لقيتوها نص ونص يبقى ده كده جسم الشمعه، والنص التاني هو الديل، دي ما بتكونش هامر. فكره الهامر الديل طويل جسم الشمعه صغير، ممكن جسم الشمعه يكبر شويه لكن الديل بتاعها كان هيبقى اكبر. يعني ممكن نقول ان هي تبقى ربعها، ما تجيش نصها خالص، ما يكونش نص ونص، تمام؟ ده برضه بيكون الصح. طيب امتى اقول ان دي بين بار مش هامر؟ لو نفس السيكولوجي بالظبط، لكن الفكره ان انا دي مثلا الاقي مش دي وارد بنلاقيها كده اهي كده مثلا، دي بنسميها ايه؟ دي بنسميها بين بار ايجابيه، نفس السايكولوجي بتاعتها، لكن عشان ليها هاي، الهاي صغير كده، الديل اطول، الديل في اللور الهبوط اكبر بكتير، وده الاساس بالنسبه لي. ده فكرة السيكولوجي، ده السلوك السعري بين المشتري والبيع. هبوط مستنية أسعار، يعني مستويات سعرية أقل، حصل بيع قوي لكن كل البيع ده تلاشى مرة واحدة، والمشتري هو اللي ظهر بقوة. ما هو مين اللي طلع الأسعار من اللوب اللي قريب من الأوبن؟ هو المشتري مش البياع. ففكرة إن في مشتري يظهر بقوة في منطقة المفروض إن هي بيعية، دي في حد ذاتها بولش جدا، فده ان في مشتري ظهر بقوه، يلا ادخل اشتري، تمام؟ وقتها الستوب بتاعنا بيكون تحت اللو، تمام؟ لكن الشموع مش بتديني اهداف. انا دايما بقول انت على فكره ده 3 مانثلي، طب ده 3 مانثلي، بس لو اي تايم فريم نفترض ان ده مثلا على الساعه ولا نص ساعه او اي كان، اقرب مقاومه وقف بالنسبه لي، اقرب مقاومه وقف ايا كان المقاومه دي فين. لان على فكره ممكن تلاقي الاسعار طلعت ونزلت كل ده تاني وكملت وعملت لو دي، لان دي مهمتها خلاص بالنسبه لي، كتر خيرها قوي كده،
تمام، حصل اتنين هامر، مين الاصح فيهم؟ دي الاصح، دي الاصح، دي فيها هاي شويه فبعتبرها بين بار. طب البين بار الايجابيه نفس السيكولوجي، نفس السيكولوجي، لكن ليه بعتمد على الهامر؟ لان الهامر اقوى، الهامر بالنسبه لي اقوى، لكن الاثنين نفس الحاجه بصراحه، الاثنين نفس الحاجه، لكن الهامر انا اعتمد على السيكولوجي بتاعتها بشكل اكبر، لان دي ممكن شويه والاسعار تنزل. وكل ما بيكون ان الهامر ظهرت عند دعم، دي حاجه بولش اكتر، تمام؟ لما تبقى ظاهر عند دعم حاجه بولش اكتر، ده بالنسبه للهامر. في اشكال كتير، انا خلوني دي الحاجه من طبعا العظيمه هتكلم فيها، خلوني اشرح. اهي بصوا يا شباب، دي مين بقى؟ دي انا اللي شرحاها، دي البين بار الايجابيه. بصوا طلعت شمعة واحدة ونزلت تاني، فالبين بار هي نفس السيكولوجي بتاعته بتاعت الهامر، لكن اعتمد على الهامر بشكل اكبر، اعتمد على الهامر بشكل اكبر. خليني اشرحهم كلهم وبعدين على ما اوصل، ان كل التشارتات دي فيها نماذج الشموع، تمام؟ طبعا لو حد عنده سؤال في حاجه هو مش فاهمها يوقفني على طول. ده بالنسبه للهامر. في هانجمان، دي زي ما قلت لكم انا كنرهام بعتمد عليها بشكل كبير. فكرتها ايه؟ فكرتها ان هي بتيجي بعد صعود، لازم تيجي بعد صعود، يعني انا لو شفت الشكل ده بقى قبلها كان فيه هبوط يبقى دي مش هانجنج مان. اقول ما اعرفش اسمها بالعربي ايه، احنا دارسينها كده، انا بقولها دايما كده هانجنج مان. فكرتها ان لازم يبقى قبلها فيه صعود، اتجاه صاعد بيحصل، ويا بقى لو ظهرت عند مقاومه، فلو ظهرت عند مقاومه فعاليتها بتبقى اكبر. لكن هي قبلها صعود، مش لازم اتجاه صاعد، لا هي موجه صاعده بس قبلها 3 4 شهور صعود، بس جايه من صعود اصلا، يعني انت اصلا اوريدي كنت في صعود. فكرتها ان السوق او المشتري ما عرفش يكسب ارضيه جديده، مش انا مستنيه في الاتجاه الصاعد تعمل قمم سعريه جديده، تمام؟ وان المفروض ان انا مفيش بياع ظاهر في الموضوع، اللو اللي بيحصل حاجه قليله جدا وده اللي متعوده عليه، لكن ان انا افتح السوق او افتح اليوم او افتح الساعه بصعود، لكن كل الصعود ده الاسعار او البياع يظهر مره واحده يحاول ينزل الاسعار، او في يعمل لي اللو او يحاول ينزل الاسعار بشكل كبير، لكن في الاخر هو في الاخر حاجه حصلت ان المشتري رجع سيطر تاني والاغلاق كان قريب من الهاي، لكن قريب من الاوبن، الاغلاق قريب من الاوبن، الفتح او الاغلاق كان قريب من الفتح، لكن مين هنا ظهر؟ البياع ظهر، هو في الاخر المشتري طلع وطلع الاسعار شويه، وساعات بتبقى جنب الشمعه دي، يعني انا في على التشارت يا اما هتلاقي قمه جديده بسيطه جدا او يعني بسيطه جدا، وفكره الفتح والاغلاق قريبه من الاغلاق بتاع اليوم اللي فات او الساعه اللي فاتت او اي تايم فريم اللي انت كنت فيه، وفي نفس الوقت مش زي الصعود اللي انا كنت مستنياه، وكمان ديل طويل ظهر يبقى بياع حاول يدخل، لكن دي بتبقى محتاجه تاكيد للاسف، ما ينفعش اول ما تشوفها تدخل على طول بيع، لا لازم تبص تشوف الشمعه الثانيه هل هتقفل تحت الاغلاق ولا لا، مش تحت الديل، الديل وارد بيكون طويل، ما تستناش الديل، لو الشمعه اللي بعدها على تايم فريم اللي انت فيه قفلت اغلاق سلبي تحت البادي اللي هو اصلا بيبقى صغير، اللي هو اصلا الاوبن قريب من الكلوز، فبالنسبه لي ادخل بيه على طول، ودي مهمه، وثلاث ارباع الوقت بتظهر لي عند مقاومه، بتظهر لي عند مقاومه. خلونا نشوف الأسئلة بتاعتكم. الرجل المشموم، تمام، عشان برضه ممكن تتقال قدامكم بالعربي عشان تبقوا فاهمين، بس انتوا لو شفتوا شكلها هتبقوا عارفينها. فدي حاجة مش لازم أبقى أنا كاسبة، يعني عاملة هاي جديد قليل أو قريب من الإغلاق اللي فات، لا ساعات الشمعة أبقى كتير بلاقيها قريبة جدا هنا، يعني فكرتها إن المشتري
معرفش يكسب قضية جديدة وفي بياع ظهر لكن مستنيين بس تأكيد، هل كان المشتري فقد السيطرة ولا كانت معافرة لكن المشتري لسه مكمل سيطرة؟ هي دي بس فكرتها، عشان كده بتبقى محتاجة تأكيد. تمام، يعني عادي إن أنا ألاقي هاني ومهاني وألاقي صعود بعدها، أو بشوفها بنسبة قد إيه، ممكن 10%. تمام، لكن 90% هو اللي أنا بقول لكم عليه، هي بعد كده بيبقى فيها هبوط. شوتنج ستار دي برضو من نماذج الشموع اللي بتتكون من شمعة واحدة، فكان بيبقى بدلها لكن هي مش بلاقيها كتير. البيمبر السلبية يعني ايه؟ لازم يبقى قبلها، يعني ان انا الاسعار كانت في صعود، هي لازم قبلها موجة صعود اصلا. تمام، لازم موجة صعود، وان السعر مثلا قفل راح جاي فاتح على جاب اب. تمام، يعني الشمعة، جسم الشمعة دي مش متداخل مع جسم الشمعة اللي قبلها، مش بشوفها كتير. عايزين تشوفوها بشكل كبير هتلاقوها على الفيلمات الصغيرة، وخاصة على المؤشرات، يعني المؤشرات الفنية، المؤشرات الأمريكية، المؤشرات. سامعيني كويس؟ عشان ما أصحى عندي فصل. طيب تمام، المؤشرات اللي احنا بنتكلم عليها الأمريكية، عندي المؤشرات الآسيوية، عندي المؤشرات الأوروبية، كل المؤشرات اللي بنعتمد عليها زي الداو جونز، الداكس، الكلام ده كله بيحصل فيه جبال كتير، فبالنسبه لي ممكن الاقيها حتى على الازواج، بلاقيها على الشومات الصغيره. تمام، واجد ان انا الاقي شوتنج ستار لكن مش بشوف كتير على التشارت، على الفيرمات اللي هي العاديه لو انا بتريد على معظم طبعا الازواج اللي انا بتريد عليها. فبالنسبه لي بدلها هي البيمبر السلبيه، نفس السايكولوجي بالظبط، لكن دي بتبقى اقوى. دي بتبقى اقوى في ايه؟ الشوتنج ستار بتبقى اقوى، مش محتاجه تاكيد اصلا. تمام، مش محتاجه تاكيد، يعني انا لو شفت شوتنج ستار ادخل بيها على طول، لكن لو شفت بنبرج سلبيه لا، بتستنى تتاكد هل فعلا في هبوط بعد كده ولا لا. الفكره في السيكولوجي بتاعتها ايه يا شباب؟ مش احنا عندنا في اتجاه صاعد قوي لدرجه ان الاسعار نطت، اللي هي حرفيا عملت جاب او فجوه سعريه، مفيش تريننج في المنطقه دي، ان الاسعار من كتر ما هي تتحرك بقوه لاعلى حصل جاب. طيب انا بعد ما يحصل جاب طلعت في قوه شرائيه كمان مسيطره وبدات تشد الاسعار لاعلى اكتر، لكن هل يعقل ان المشتري بعد ما كان مسيطر جدا الشمعه تقفل بالشكل ده؟ يعني ايه الشمعه تقفل بالشكل ده؟ الاوبن ولا يعني الاوبن قريب من الكلوز، الفتح قريب من الاغلاق، في وقت انا عامله اصلا جاب ومفروض في قوه شرائيه مسيطره وفي ضغط شرائي قوي جدا. فالفكرة إن بعد ما كان في ضغط شرائي والمشتري هو اللي مسيطر، جه البياع في آخر لحظة، كل الأسعار اللي كانت أب قفلها تحت خالص، والسوق هنا ما عرفش يعمل كده أرضية جديدة على وتيرة اللي كان بيعمله قبل كده، فأنا كأني تسرع الصعود بدأ يقل. مش محتاجة كونفرميشن، شفت الشوتنج ستار، بس الفكرة بس في الجاب، لازم جاب، لازم جاب عشان اقول عليها شوتنج ستار. لان شفت كتير من الحاجات على جوجل، لما عملت سيرش عشان اجيب الصوره دي، لقيت ان كتير قوي اعملها قايل عليها شوتنج ستار، والاسعار الاغلاق مع الفتح بتاع الشمعه، يعني مفيش جاب، بس ده غلط. طب ما انا ليه اقول على حاجه غلط لما ممكن دي ليها قرايه بالنسبه لي حاجه تانيه، البينبول، البيبر السلبية. فما دام ما فيش جاب يبقى خليها، خليك في الامان، قولي ان هي بيبر، لان البيبر يبقى انت كده مستني تاكيد، لان انت كده بتبقى مستني تاكيد على الاسعار، دي مش محتاجه تاكيد. تمام، برضو مش بتغير لي اتجاه، مش بتغير اتجاه، بتقول لي ان الموف اللي بعد كده هتبقى هبوط، استفيد منها، اقرب دعم وقفل. دي بالنسبه للشوتنج ستار. بعد كده في اخر حاجه الانفيرتد هامر. الانفيرت الهامر عكس الهامر نفسه، الهامر التيل بتاعه او الشادو بتاعه لور شادو، تمام، هنا ابر شادو. طيب مع ان الاثنين بيدعموا صعود،
بس ايه السايكولوجي بتاعته مختلفه، او السلوك السعري بتاعه الانفيرتد هامر عن الهامر مختلفه تماما. في ايه هنا بيجي بعد اتجاه هابط او موف هابطه حصلت، ما عنديش مشكله هنا السعر فتح، دي مش جاب تمام، دي الاسعار عادي بتتحرك، السعر فتح ودي بشوفها كتير تمام، ومفيش حد بيبقى مخول ان السعر خلاص بعد دي اصلا هيكمل صعود. برضو من الحاجات المهمه برضو اللي بشوفها انفيرتد هام، الفكره في الهبوط ان انا مستني اعمل اسعار سعريه اقل او مستويات سعريه اقل، لكن اللي بيحصل ان المشتري بيحاول يظهر تمام، بيحاول يظهر ويعمل لي هوي، يعني بيحاول ياخد الاسعار اللي اعلى ويدخل جوه الشمعه اللي فاتت تمام، يعدي الشمعة اللي فاتت، ساعات بيعدي الشمعة اللي فاتت، وساعات بيعدي نصها، بيعدي ربعها، بيحاول يطلع في وقت ان انت اصلا عمال تعمل علاقات سلبية او بتعمل مستويات سعرية اقل. ففكرة ان المشتري ظهر لكن في الاخر البياع هو اللي سيطر تاني والقفل قريب من الفتح، لكن بينتك ايه؟ ان في مشتري ظهر. طيب عشان كده تبقى محتاجة تأكيد، ما دام مشتري ظهر بقوة زي هنا طبعا، وبياع بعد كده يعني خد السيطرة تاني، لكن ما دام مشتري ظهر في منطقة المفروض أو في وضع المفروض مش ظاهر، والمفروض إن البياع هو اللي مسيطر، فبتبدأ تقول استنى هل هيحصل صعود جاي ولا لأ. فالصعود الجاي ده بيكون لازم تأكيد، الشمعة دي بتبقى محتاجة تأكيد عشان تتأكد هل المشتري حاول وخلاص معرفش، ولا دي كانت محاولة عشان يضغط بعد كده تمام. فدي مهمه، اول ما بلاقي اغلاق ايجابي فوق البادي نفسه خلاص كده، خلاص كونفرميشن بالنسبه لي ان دي انفيرتد هامر، ادخل شراء. الستوب بتاعي في نماذج الشموع كلها اللي هي من شمعه واحده من شمعتين ثلاثه اكتر من كده بتبقى واضح معايا الستوب. ليه دايما دايما الستوب بتاعك انت داخل ليه، فبناء عليه بتحط الستوب. فانت هي دلوقتي داخل ليه؟ داخل عشان في انفيرتد هامر واداني كونفرميشن خلاص وهدخل، يبقى انت داخل عشان في انفيرتد هامر، فالستوب بتاعك ان الاسعار ما ينفعش تنزل تكسر لي الانفيرتد هامر، فالستوب بتاعي بيبقى تحت الانفيرتد على طول. بس بعدها على حسب التايم فريم برضه اللي انت فيه، لو انت على ال4 ساعات حط تحتها 20 25 نقطه، لو انت على فريم اكبر بتحط اكتر، لان ممكن ينزل بشادو ويطلع، مش زي الهامر، مش زي الغمر تمام. طيب دول الاربعه هعيد عليهم سريعا، ده الانفيرتد هامر لازم قبلها داون موف، لازم قبلها داون موف، يعني لو لقيت الشكل ده وقبليه اب موف ده مش انفيرتد هامر، ده شكل مش هو عادي، اليمنيه مش نموذج تمام. الشوتنج ستار لازم تبقى اب موف قبلها، ولازم تبقى في جاب او الاسعار مش متداخله مع الشمعه اللي قبلها، مش بشوفها كتير، هتشوفوها كتير على الفريمات الصغيره او المؤشرات اللي بتتفرجوا عليها اذا كان داون رولز او بيم تمام. بدلها هو البيم بار السلبيه، بنشوفها بنشوفها كتير طبعا. هانجينج مان لازم قبلها اب موف، لازم قبلها اب موف، لازم الشادو كبير زي فكره الهامر بالظبط، ما ينفعش نص ونص، ما ينفعش جسم الشمعه قد الشادو، لا لازم الشادو يبقى اكبر من جسم الشمعه، وعاده ان جسم الشمعه بيكون صغير، جسم الشمعه اللي هو الاوبن والكلوز، الاوبن والكلوز تمام. ودي الهامر نفس هي عكس دي هانجينج مان، دي الهامر، هما الاثنين نفس الشكل، بس دي بتبقى قبلها داون موف، دي بتبقى قبلها اب موف تمام. عشان كده بقول لكم الاثنين مهمين، السلوك السعري بتاعهم مهمين جدا. تعالوا بقى كده على الشورت، في كتير لو حد لقى حاجه عرفوه على اي تايم فريم يا شباب. دي هانجينج مان، اهي تقريبا كانت هي دي، هصغر بس عشان اتاكد ان هي دي، او كانت هي دي تمام. بعد صعود حصلت عند مقاومه، الاسعار المفروض ان انا مستنيه تعمل مستويات سعريه اعلى، حصل
هبوط او ديل طويل، جسم شمعة صغير مستنية الاغلاق، مع اول اغلاق سلبي وغطى جسم الشمعة خلاص كمل هبوط. تمام، بس الشمعة دي كده طويلة جدا، لكن لما تلاقي الهانجنج مان بعد القوة دي ما تفكرش تشتري. تمام، ما تفكرش تشتري دي. هنا دي بقى ما اقولش عليها شوتنج ستار. تمام، الشكل ده ما اقولش عليه شوتنج ستار، بقول عليه بين بار، بقول عليه بين بار سلبيه. نفس الفكره، الاسعار حاولت تطلع تطلع تطلع، لكن كل الاسعار طلعته جه البياع سايكل، ولو حصلت عند مقاومه وغالبا بتحصل بتعمل لي فولس بريك. الشكل ده بشوفه امتى؟ عند الفولس بريك للمقاومه، المقاومه الاسعار يعمل ايحاء ان هو طالع يخترق، فعلا الاسعار عدت المقاومة، لكن كل اللي طلعوا فوق المقاومة ينزل تاني تحت المقاومة ويقفل تحت المقاومة، وبنسميها بمبار سلبية. تمام، دي عادي اعتبرها هانج المان ما دام الشادو اقوى، دي برضو اعتبرها هانج المان. تمام، يعني لو الاسعار عملت، بصوا هنا عملت اغلاق ايجابي، لكن بعد الاغلاق الايجابي عملت الشكل ده، بالنسبة لي دي بنسميها هانج المان. برضو بيدعم بيدعم هبوط السبيننج توب، دي هنا سبيننج توب. تمام، السبيننج توب ما دام جايه عند دعم غالبا بتدعم ان انت يبقى فيه صعود، غالبا بتدعم ان انت تبقى فيه صعود. اما لو كان جايه بعد هبوط ومفيش دعم، غالبا بتكمل الاتجاه اللي هي كانت فيه. تمام، دي هنا خلاص انا شرحتها، الهامر اهي، ده برضو كان ده على المونثلي، ده هامر. بصوا هي دي المفروض ان هي يعني هي مش هاني المال، بس هي نفس السلوك السعري بتاع هاني المال. تمام، ان احنا في صعود، السعر في الشمعة دي ما قدرش، أو المشتري ما قدرش يكسب أرضية جديدة، والبياع ظهر بديل طويل، غالبا بنسميها يعني هي نفس السيكولوجي، بس ما ينفعش أقول عليها إن هي هانج مان. تمام، دي بصوا دي مش بقول عليها هامر خالص، ما ينفعش أقول عليها هامر، دي عشان فيها هامر، لكن بدلها هي البين بار الإيجابية. دي بين بار إيجابية، خلاص يلا بتدخل الشارع عادي، بس خد بالك إن ساعات ممكن تفاير معاك. بصوا مش دي زي الهانجنج مان بالظبط، لكن نفس الشروط، لا مش شروط، يبقى ما اقولش عليها هانجنج مان عشان جاية بعد داون مون، واحنا عارفين إن الهانجنج مان شروطها تيجي بعد اب مون. تمام، قولوا لي أسئلة. نماذج الشموع على الاطار الزمني الصغير، لا الهامر، الهانجنج مان، الانفيرتد، الشوتنج ستار ما بشوفوش كتير، الثلاثه دول لا نفس الموضوع على فكره. بالعكس، انا قليل جدا لما بلاقي هامر فاليا او هانجنج مان فاليا. الانفيرتد هامر هو اللي ممكن يفاير على الفيرمات الصغيره، لكن على الفيرمات الكبيره لا، بالعكس بيقول لك استنى ان اللي جاي هيبقى فيه صعود. تمام، كنديا انا تقريبا كنت معلمة على الحاجات اهي، دي دي ممبر إيجابية معاها هم الاثنين دول بعد هبوط واضح. تمام، هنا نفس السلوك بتاعي اللي هو انت فهمت منه ايه السلوك بتاعي، اللي هو ايه ان انا مستنيه مستويات سعريه اقل، لكن مش بلاقي ده، بلاقي ان الاسعار نزلت نزلت بعديها لمت كله قريب من الفتح، فده يقول لي ان في شراء موجود او في قوه شرائيه موجوده، لما ينزل تاني ويطلع كده ادخل اشتري.
تمام، ادخل اشتري ده على فريم 4 ساعات، لكن تقفل فين؟ اقرب مقاومه واقفل. انا بالنسبه لي اقرب مقاومه واقفل، ان انت لو هتبقى معتمد على الشموع بس، فالشموع مش بيتغير الاتجاه ان هو يبقى فيه سقوط بعد كده، لا، هو ممكن شمعتين ثلاثه. على فكره النماذج الشموع دي ممكن تحصل في نطاق تصحيح، في نطاق تصحيح الاسعار، تمام. يبقى هي دي مثلا بتقول لك ان ده بدايه الصعود، تصحيح للهبوط، يطلع شويه ويكمل الهبوط تاني في الموجه بتاعته او الاتجاه بتاعه الاساسي، تمام. فعشان كده تاخد بالك جدا. طيب دي هانج مان اهي، بس اتغيرت صح، دي هانج مان بالظبط اهي، عشان هانج مان قويه لكن بتبقى محتاجه تاكيد اهي، لازم تركزوا عشان ما ينفعش تلاقوها فتدخلوا على طول بيع، لا. بصوا جت بعد صعود، طيب مش لازم بعد اتجاه صاعد بقى زي النماذج، لا، اهم حاجه ان الموف اللي قبلها انت شايفها ايه قدامك؟ صاعد، الموف اللي قبلها صاعد، لكن نفس السيناريو بالظبط، موجة صعود، الاسعار حاولت تنزل لما تدخل فوق، لكن مع ضعف شرائي عشان ما عرفش يعني يدفع الاسعار ان هي تقفل بعيد عن الاوبن، تمام. لكن لازم تستنى اغلاق اللي بعدها على التايم فريم اللي انت فيه، دي ظهرت على ال4 ساعات، يعني المفروض ان الشمعه دي اللي بعدها كانت تقفل تحت الاغلاق او تحت جسم الشمعه بتاعت الهانجنج مان، لكن ده ما حصلش، تمام. لكن ده ما حصلش، فبالنسبه لي ما اقدرش اعتمد عليها، لازم بس حته الشروط، هل هي محتاجه كونفرميشن ولا مش محتاجه كونفرميشن، تمام. بصوا دي ممكن نسميها هانج مان. طب ما في قبلها موجة هبوط، لا، دي مش موجة هبوط، دي موجة صاعدة، تمام. دي أصلا قبلها كانت موجة صاعدة، عادي إن في قبلها حاجة يعني فتح قريب من الإغلاق، هو نفس السيناريو بتاعها ده، بالعكس ده بيقول لك إن الهانجنج مان 90% الأسعار فعلا هتنزل، تمام. لما تلاقي إن الشمعة دي قبلها كده، فيعني شوف الأسعار أصلا حاولت تنزل بعدين قفلت قريب من الفتح، الاسعار في الهانج مان نفس الوقت نزلت وقفلت قريب من الفتح، ده بالنسبه لي 2 كونفرميشن اساسي، تمام. فهي دي الاساسي، ان الشمعه دي قفلت تحت جسم الشمعه، خلاص ادخل بيع، بيع لفين؟ اقرب دعم، لو انت تعتمد على الشموع بس اقرب دعم. اما لو انت هتعتمد ان الهانج مان جاي عند المقاومه وانت مستني منطقه اصلا عشان تبيع منها زي الاويل، لا، ادخل بقى مع الاتجاه اساسا، لان انت مش داخل اصلا مع الشموع بس، تمام. زي مين؟ الاويل اهو، بصوا اهي شايفينها هانجينج مان، الشمعة دي والله عظيم يعني بتباعها كتير، وكمان جت في وقت ان الاويل كان بيحاول يعدي منطقه مقاومه مهمه، تمام. يعني الشمعه دي الوايت دي اصلا الاويل كان عدى مقاومه، كان عدى مقاومه ال 113، طب القوه الشرائيه اللي انتوا شايفينها دي، طب ما هو عدى مقاومه القوه الشرائيه، فيعني اقفل التريده بتاعتي ولا اعمل ايه؟ اول ما شفت دي على الساعه، اول ما شفت هانجنج مان خليتني مع الصفر، ونبهت عليها على فكره، اكدت عليها، نزلت حضرتك معايا، اكدت على دي، تمام. دي قويه جدا، مع اول اغلاق سلبي بعدها خلاص شكرا، ده انت لو مش بايع بيع، ليه؟ لان انت اصلا هي بتنزل من مقاومه قويه، يعني انت في مقاومه وفي هانج مان، وكمان على الفيرمات اكبر كان هي عند 61% في فلاتش تقريبا، كان مديني، وصعود النفط لل 113 دي كانت منطقه ال 61 فيبوناتشي، واحنا عارفين المنطقه دي مهمه، تمام. طيب بصوا، طب مش دي ممكن نسميها هانج مان، بس هي مش هانج مان، لان شروطها لازم قبلها اب موف، يعني وارد ان انا الاقي الشمعه دي زي الشمعه دي، بس دي هانج مان ودي مش هانج مان، دي بين شمعة من الشموع العادية، إن اللي هنا الأسعار حاولت تنزل والسعر لم يفوق، لكن أنت ما زلت مع
الرؤية البيعية، لأن بتستنى بعد كده إيه اللي هيحصل. ما دام الإغلاقات عدت زي ما هي، إن دي كانت معافرة بسيطة والمشتري ما عرفش يتدخل والبياع سيطر تاني، وارد إن هي بتحصل، تمام؟ فدي مهمة. والآية اللي بعدها يعني كمل شوية حلوين، تمام؟ دي تمام، دي بنسميها بين بار. بين بار إيجابية. ليه مش همر؟ عشان ليها هاي. ما دام في بديل يبقى نقول الصح. الهمر من غير هاي، مفيش هاي في الهمر، تمام؟ دي هاي يا خلاص اتكلمنا عليها. بصوا دي سبانينج توب، هو مش نموذج، لكن السبانينج توب لما بتيجي بعد هبوط وقريبة جدا من دعم، فبيقول لي ان خلاص الهبوط ده ممكن ينتهي، تمام؟ وقتها تبقى ريفرسال بقى، وقتها ممكن تنتهي الهبوط ده، ينتهي ونبدأ نشوف صعود على الأسعار. ولو برضه سبانينج توب لقيتها عند مقاومة، فخلاص الصعود ده بينتهي وغالبا هنبدأ نشوف هبوط بتدعم، يعني فعالية الدعم وبتدعم فعالية المقاومة، تمام؟ لكن لو لقينا إن هي في اتجاه عادي خالص، يعني لو كانش في دعم قريب هنا وسبيرنج توب ظهرت، عادي جدا الأسعار تكمل بدون مفيش مشكلة، تمام؟ برضه من الحاجات اللي لازم نبقى واخدين بالنا منها. أهي دي بقى الإنفيرتد هامر، بلاقيها على الفريمات الكبيرة وفعاليتها أكتر على الفريمات الكبيرة. أهي هكبر بس عشان اوريها لكم. انفيرتد هامر، بصوا الهبوط القوي اللي كان على الاس ام بي على الديلي، كان فيه هبوط قوي، واللي حصل ان الاسعار فتحت عادي جدا، لكن في قوه حرائيه ظهرت مره واحده. قوه حرائيه ظهرت مره واحده، ويعني كانت بتحاول تبلع الشمعه اللي قبل كده، وصلت لثلاث ارباعها صعود، راح جاي البياع سيطر تاني. لكن مين ظهر؟ في حد ظهر ما ينفعش اتجاهله، في مشتري ظهر بقوه، في بياع لسه برضه هو مسيطر، بس ما دام المشتري ظهر بتقف. هل المشتري ظهر مع محاوله فاشله وخلاص، ولا هو ظهر عشان بيحضر نفسه ان هو اللي يعني ايه اللي يسيطر؟ والسيطره على فكره مش سيطره دايما، لا زي ما بقول لك ممكن يبقى كوريكشن والاسعار تنزل تاني، تمام؟ ممكن يبقى كوريكشن، دي بدايه كوريكشن، يعني ظهرت عشان يقول لك ان الهبوط شويه كده اللي هيبقى فيه جني ارباح ونكمل هبوط تاني. غالبا ده دوجي، دي دوجي، تمام؟ والدوجي زي فكره السبيننج توب، لو ظهرت قريب من دعم بعد هبوط، فبيقول لك ان الهبوط ده خلاص كده يعني هينتهي ويكمل صعود. لكن الدوجي لو ظهرت ومفيش دعم قبلها، لا عادي ظهرت وبتكمل هبوط تاني الاسعار، تمام؟ يعني الدوجي والسبيرنج توب عند الدعم والمقاومات بتبقى مهمه، تمام؟ مفيش هنا حاجه. اليورو فرانك دي برضو بعد هبوط، دي انفيرتد هامر، تمام؟ الاسعار حاولت تطلع نص الشمعة اللي فاتت وبدأنا يبقى فيه اغلاق سلبي، لكن بستنى هل في تأكيد لدخول المشتري ولا لا. تأكيد باغلاق ايجابي بعد الشمعة الانفيرتد هامر يكون على الاقل مش ان هو يغطي الديل، على الاقل بس يغطي باسم الشمعة، تمام؟ دي سبيننج توب، سبيننج توب، وبدأ الأسعار تغير اتجاهها. مفيش هنا حاجة تاني. دي بين بار قلبية، دي بين بار أسعار طلعت عدت المقاومة بحاجة بسيطة، لكن لمت كله تحت، فده على طول بيدعم بيع على فكرة، ده على طول بيدعم بيع.
دي بصوا برضو بانبهار سلبية، وكل ما بيكون الفريم كبير كل ما بيكون الفعالية بتاعتك أكبر. دي هنا انفيرتد هامر، دي انا اتكلمت فيها او لا؟ طيب دي برضو انفيرتد هامر. تمام، الشمعة دي بس يا شباب لما تظهر بعد هبوط، لو انت بايع وقف شوية عشان الشمعة دي قوية. دخول محترم بالقوة دي بيقول لك ان 90% الاسعار بتحضر بصوت كوركشن، او ان هو يبدأ بقى يرد. ولو كانت عند دعم يعني الموضوع بيبقى اكتر اهمية طبعا. لو كانت دي ظهرت عند ده خلاص كده مش محتاجة على فكرة كونفرميشن. بصوا يا شباب دي اصلا مش هو محتاجة كونفرميشن، بس ممكن ما تستناش الكونفرميشن امتى؟ لو هي ظهرت لك اصلا عند ده، لو هي اساسا ظهرت لك عند ده. تمام، في بقى الدولار ين، هنا هتلاقي مربوطة كتير. الدولار ين طبعا مع القوة، قوة الصعود اللي كانت بتحصل، هتلاقي هنا مربوطة كتير اهي. دي مربوطة، تمام، دي هنا برضو مربوزه، هنا دي مربوزه. المربوزه ليها برضو اشكال، تمام، الاشكال بتاعتها هقولها لكم سريعا. الطبيعي اللي انا وريتها لكم اللي هو كده كده، ولا في هاي ولا في لو، بس ساعات بيبقى فيه هاي تمام وكده، وساعات بتبقى بالشكل ده. تمام كده، ده كله يعتبر مربوط. فطول ما انت شايف مربوط قدامك ما تحاولش ان انت تبيع. لو انت في اتجاه صاعد ما تفكرش ان انت تبيع. اليورو دي انفيرتد هامر اهي، خليني بس احددها عشان ما تضيعش مني اهي. واضحة دي كده، واضحة inverted hammer، دي pen bar، دي pen bar سلبية ما ينفعش اقول عليها shooting star عشان مفيش جاب قبلها. تمام، تظهر لي امتى؟ بصوا دي بتبقى قوية جدا امتى؟ لو انا عندي مقاومة. تمام، عندي مقاومة اهي، الاسعار عدت وطلعت، هي طلعت تمام، لكن قبل ممكن تحصل في دقيقة كل اللي طلعته تنزل تقفل في نطاق المقاومة. دي بتدعم بيع على طول، دي بتدعم بيع على طول، دي بتدعم شراء. دي الانفيرتد هامر دي بتدعم شراء، لكن لازم تستنى كونفرميشن. دي هامر، ده هامر على الباوند دولار كان على الساعة. تمام، هانجينج مان دي يا شباب هانجينج مان. تمام اهي، المفروض في الصعود، ودي برضه هاي النعمان اهي. تبقوا فاهمين بس فكرتها، هي بتدل على ايه او هي بتعبر على ايه. الموضوع مهم انكم تكونوا عارفين. دي مين؟ دي بين بار سلبية، دي بين بار سلبية كانت مقاومة، أسعار عدت وطلعت 4 ساعات، فبتدي حقيقة ان انت خلاص بتخرج من المقاومة، لكن سرعان ما تنزل تقفل في نطاق المقاومة تاني على طول بيبقى بيع. في حاجات تانية طبعا بتدعم لك حاجة زي كده. نشوف دي بين بار سلبية برضه، دي بين بار سلبية. تمام، مفيش حاجة تاني هنا. اليورو استرالي دي انا كنت محددها قبل السيشن على فكرة، كنت بطلع الحاجات لايف، فشفت دي من بارت إيجابية وبدأت أشوف بعدها على طول الصعود على اليورو استرالي.
طبعا انت لو قاعد لقيت الساعه قفلت بالشكل ده، ادخل على الريسك بتاعك على فكره قليل، لان انت الستوب بتاعك الشمعه دي كمان الديل بتاعها مش كبير قوي، فانت الستوب بتاعك بتتكلم في 30 نقطه قصاد ان انت كنت المفروض لو انا اقرب مقاومه واقفل كنت هقفل هنا، يبقى 70 نقطه، 70 نقطه قصاد 30 نقطه ل 20 نقطه تمام. فشفت قدامي الشمعه القويه دي، طبعا ما لحقتش ادخل عشان كنت محطه البلاي ستيشن تمام. برضو دي بالبار سلبية لما بتبقى عند مقاومة بتبقى مهمة، بتقول لي ان انا السايد واي اللي خرجت منه بعمل بالبار، يبقى انا في بياع ظهر عند منطقة كانت بيعية، فهل ده فولس بريك ولا ايه؟ تمام، عايز تستنى شمعة بعدها تتأكد تمام، مش عايز ادخل وتعرف ان هو داخل نطاق السايد واي تاني. قولوا لي كده حد عنده سؤال؟ هتلاقوا كتير يعني، اهم حاجه بس الشروط، عشان دايما بصوا اشكال الشروع كتير. المثال اللي كنت بتكلم عليه على اليورو نيوزيلندي، عشان بس اخر حاجه اتكلم فيها عشان الناس اللي ما كانتش حضرتش معايا، ده اليورو نيوزيلندي كان اليورو نيوزيلندي ده شمعة المانثلي تمام، ده لو حد بيتعامل مع البرايس اكشن بس، دي شمعة المانثلي، والزوج ده مثلا عليه فرصة على الفريمات الصغيرة وعايز تتأكد. بص بقى، عشان انت ليه بصيت على المانثلي؟ عشان انت خلاص النهاردة آخر يوم في الشهر تمام، لما تبقى اخر يومين ثلاثه وبتبص على زوج لازم تبص على المنصب بتاعه، الشمعه اللي خلاص قربت تقفل، ايه النظام بتاعها. فهنا الشمعه اللي فاتت اللي هو الشهر اللي فات مش دي عامله زي البيبر السلبيه تمام. طيب انا عايزه اشوف هل هو بيحضر لصعود ولا بيحضر لهبوط. لحد كده هو عادي انه يطلع يختبر الهوي، وعادي ان الاسعار تطلع يا شباب تختبر الهاي بتاعت اي حاجه، لكن المفروض الأكثر أهمية بالنسبة لي هو الإغلاق. لو الإغلاق قفل عند الهاي بتاعت الشمعة اللي فاتت، لا السوق ده بيحضر لصعود، وأي هبوط مع الشمعة الجديدة اللي هو الديل بتاعه اللي بتاع اليوم بالعكس تاخده شر. طيب لو لقيت إن هو بكرة مع شهر جديد وصلت على الشمعة دي اللي هي هتقفل النهاردة بالليل، لقيت إن هو حاول يدفع لكن برضو الإغلاق قفل أقل من هاي الشهر اللي فات، اقل من هاي الشهر اللي فات، يبقى انت السيت اب بتاعتك بالنسبه لك الهاي بتاعت الشهر اللي فات هي الاساسيه. اهم حاجه ان الاسعار ما تقفلش فوقيها، لان لو قفلت فوقيها لا الزوج ده بيحضر لصعود وممكن يكمل بعد كده، ده منظر. طب يبقى انت كده حطيت مستوى بالنسبه لك مهم، انزل على الويكلي بص عليه هو بيعمل ايه. طيب هل ده طبيعي؟ الشادوهات دي طبيعيه؟ الشادوهات دي لو انا هتكلم في حته ان هي عامله زي الانفيرتد هامر، نفس السيكولوجي، يعني المشتري ظهر وبعد كده البياع قفل تحت، لكن ما تبقاش كذا شمعه. لما يجي لي ان كذا شمعه بتحاول تطلع وبتعافر وبس برضه البياع بيقفل الاسعار قريب من الاوبن كده، معافره، بس مين اللي في الاخر عمال يسيطر؟ البياع. فهو مجرد وقت والمشتري هيزهق، لان المعافره على ما فيش، لما انت بتعافر على ما فيش بتزهق تمام. فدي نفس الفكره بالظبط، انت عمال تعافر على ما فيش، تعافر على ما فيش، تعافر على ما فيش، مفيش اي تقدم بالنسبه لك. فده بيدعم برضو فكره ان انت ممكن تلاقي بيع، بس برضو الاساس بالنسبه لك المستوى اللي انا محدداه ده، لان ده الاساس عندك هيبان النهارده مع قفل الشهر النهارده. طيب بص على الفريم الاصلي، الزوج ده في سايد واي تمام، سايد واي عندي ضعوف او عندي قاعين اعلى وبيقرب من المقاومه، لكن برضه مش عارف يعدي. لكن على فكره الشكل ده ما دام انت سايد واي لكن عندك قاعين اعلى، ده بيضغط على فكره على المقاومه، لكن استنى انت عندك منطقه مهمه جدا، انت عندك شهر لسه بعد كده على الزوج ده. لكن بصوا البين بار دي
البين بار اللي هي على الديلي بتاعت امبارح على اليورو نيوزيلندي ما ينفعش اتجاهلها، ان الاسعار طلعت وحاولت تعدي المنطقه لكن قفلت تاني ده، فده هيدعم فكره ان انت ممكن تروح تاني لاقرب قاع، اقرب قاع اتعمل، مش اللي هو مش اخر السايد بي، لا اقرب قاع اتعمل، لان انت بتعمل قاعان اعلى. بص على ال4 ساعات، السبانينج توب، السبانينج توب لما تظهر لي عند منطقة مقاومة يقول لي إن الصعود اللي أنت شايفه ده ممكن يكون خلاص بينتهي، تمام؟ السبانينج توب والدوجي نفس الموضوع، وهنا كمان بنبر سلبية. المنطقة دي لو كنا اتكلمنا عليها أصلا إن كمان في احتمالية تكوين ويدج، ما بقولش ويدج، ما ينفعش تقول على النموذج إن هو ويدج ما دام لسه ما كسرش لحد الصفر. تمام، طول ما هو في نطاق النموذج لسه فبنقول احتماليه تكوين وجه. تمام، يبقى انت بص جبنا من المنثلي للـ4 ساعات، كل اللي انت شايفه ده انا استعملت اي حاجه غير السلوك السعري بين المشتري والبياع، وفي الاخر اداك ايه؟ لما يديك 2 تاكيد بيع وواحد شراء، لا يبقى انت الاساس بالنسبه لك البيع مش الشراء، لكن بتحط مستوى ده الاساس بالنسبه لك. حطه على ايه؟ على برضه سلوك المشتري والبياع في وقت مانثلي، في وقت شهري، في وقت اكبر، فريم اكبر بالنسبه لك بتعتمد عليه بشكل كبير. تمام كده، حد عنده سؤال؟ على فكره المدارس اللي هو البرايس اكشن بيستخدموا كده بس، بس انا مش بستخدم كده بس طبعا، يعني انا بستخدم ده بس مش ده الاساس، لازم ابص على حاجات تانيه، لازم ابص على حاجات تانيه، عمري ما استخدم برايس اكشن بس. تمام، اهم حاجه بس تبقوا عارفين الهاي واللو والاوبن والكلوز وكل واحد قريته ايه، ده معناه ايه اللي انتوا شايفينه، ده معناه ايه، فبتقدروا تبنوا اصلا نظره هل المشتري مسيطر، هل البياع مسيطر، يعني الشمعه دي اللي قدامي دي مثلا دلوقتي مش دي مقاومه صح كده؟ دي مقاومة، الأسعار ماشية سايد واي، طلعت بقوة شرائية كبيرة، هل القوة الشرائية الكبيرة دي هل يعقل الديل الطويل ده؟ يعني هو ينفع إن أنا أتغلب على منطقة بيعية وأروح في الآخر مع إغلاق الشمعة أعمل الديل ده؟ طب ما هو الديل ده بيقول لي إن في بياع موجود عند المنطقة بتاعته، ولما بياع موجود عند المنطقه بتاعته، لا يبقى كده ممكن المحاوله بتاعه المشتري كانت فاشله. تمام، برضو دي مع الوقت بتبداوا تقروها وتاخدوا تلقوا مع بعض، مع نفسكم قصدي مش مع بعض، مع نفسكم. تمام، عشان تعرف بس هل المشتري مسيطر ولا البياع هو اللي مسيطر. طب هو ما ينفع، هو المشتري ينفع يظهر في المنطقه دي ويعمل كذا؟ هل المشتري هو هل البياع يظهر عند المنطقه دي ويعمل كذا؟ فانتوا بتبقوا المفروض فاهمين المنطقه، المناطق كمان ده عموما احنا اتكلمنا فيهم قبل كده. تمام كده، حد عنده اي سؤال؟ طبعا انا مطوله معاكم عشان ما فيش سيشن بعديه. المره الجايه ان شاء الله هيبقى بارت 2، هنتكلم على النماذج اللي بتتكون من شمعتين وتلاتة، طبعا مش هينفع أتكلم فيهم كلهم، أنا هنقي أكتر شموع أو نماذج شموع مهمة وهبدأ أتكلم عليه، لأن الشموع نماذج الشموع كتير أوي بس مش كلهم لازم يظهروا بصراحة، يعني في حاجات كتير أوي بقعد كتير عقبال ما بطلعها من على التشارت، فالحاجات المهمة دي اللي هتكلم فيها. لو حد بقى بيسمع عن حاجة معينة بيبقى فيه مثلا قدامه نموذج وهو مش فاهم وشايفه مثلا في أي مكان ومش فاهم النموذج ده أو ولا فاهم سلوك السعر بتاعه، يبدأ يقول لي عليه المرة الجاية وبرضه نبدأ نشرح لو أنا لقيتوني مش بشرح. تمام كده، حد عنده أي سؤال؟ أنا معاكم لو حد عنده سؤال. تمام يا شباب، أشوفكم على خير الخميس الجاي، وكل سنة وانتم طيبين. طبعا العفو يا أستاذ هشام، كل سنة وانتم طيبين، بس المحاضرة يوم الخميس عادي جدا في ميعادها،
شكرا لكم.